إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الفقراء بين يديك نحن المقرون المعترفون بذنوبنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا